السلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة إخبارية سياسية مفصلة تأتيكم من قناة الاتجاه. أهلا بكم. أهلا بكم سادتي الأفاضل. استشهد وأصيب عشرات المواطنين بانفجار عدد من السيارات الملغومة والعبوات الناسفة في مناطق متفرقة من بغداد. ففي منطقة الجدرية استشهد مواطن وأصيب ستة آخرون بانفجار عبوة ناسفة قرب جسر ذي الطابقين، بينما استشهد مواطنان اثنان وأصيب خمسة آخرون بانفجار سيارة ملغومة قرب دائرة لهيئة النزاهة في الكرادة داخل قرب سوق الخيتة. في العلاوي، حيث ارتفع عدد الضحايا انفجار عبوتي منطقة العلاوي وسط بغداد إلى 28 شهيدا وجريحا. مراسل الاتجاه أوضح أن عدد ضحايا انفجار العبوتين ارتفع إلى 3 شهداء و25 جريحا، فيما استشهد 3 مدنيين وأصيب 9 آخرون بانفجار سيارة ملغومة في شارع عدن بمنطقة الشعب شمال شرقي بغداد. أما في شارع المغرب فقد استشهد مواطنان وأصيب عندما انفجرت سيارة ملغومة. وفي باب المعظم أصيب ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة. وللحديث سادتي الأفاضل حول التفجيرات الإجرامية التي استهدفت مناطق بغداد لهذا اليوم، معي الآن عضو التحالف الوطني السيد شاكر الدراجي. بداية أهلا بك سيدي الكريم، يعني ما هي الرسائل التي بعثت من خلال هذه التفجيرات الإجرامية التي استهدفت مناطق بغداد ورحى ضحيتها العشرات من المواطنين الأبرياء؟ تفضلوا. السلام عليكم سيد العزيز. وعليكم السلام ورحمه الله. شاهدي قناتكم الكرام، واضح ان هذه التفجيرات التي حدثت اليوم حدثت قبلها وستحدث لاحقا ايضا هو استهداف للعمليه السياسيه برمتها، وليس ان يكون هناك استهداف في جهه دون اخرى، ولكن قد يصنف هذا الارهاب، هذه العمليات الارهابيه هي بعد ان سقطت جميع الفجر التي كان يتذرع بها البعض وجود الاحتلال الامريكي الان، وقد خرج الاحتلال الامريكي من العراق، والان العراق هو حر مستقل تدير شأن السياسي ووضعه السياسي بنفسه ومن ابناء الشعب العراقي. اذا الاستهداف هو العمليه السياسيه، هذه اولا، والاستهداف طيب. المواطن العراقي الدقيق الذي لم يكن له حول ولا قوة، ولم يكن في لو كان فعلا استهداف لمؤسسات حكومية معينة لكان فعلا هذا استهداف واضح من شخصيات، ولكن استهداف للمواطن العراقي، يعني هؤلاء جميعا أعداء الشعب العراقي. يعني طيب سي شاكر، عذرا للمقاطعة، التفجيرات شاهدنا هذه التفجيرات لم تستهدف أي مقار حكومية، إذا ما هي الأهداف الحقيقية برأيكم من وراء هذه التفجيرات؟ هل هي للضغط على الحكومة والقضاء العراقي؟ اعتقد تاخذ عده اتجاهات، اولا استهداف العراقي كعراقي بعنوان الطائفي، لانها حدثت في مناطق محدده من طائفه معينه، هذا اولا. ثانيا هناك دافع سياسي معين يريد ان يقلق الحكومه ووضعها الحالي واضعاف الجانب الامني، على ان الوضع في العراق والامن في العراق ليس بالمستوى وانه هش، وبالدليل ان هذه العمليات والتفجيرات التي حدثت. النقطة الأخرى تتمثل إعطاء رسالة على أن الأجهزة الأمنية ليست في المستوى المطلوب، ونقطة أخرى لعلها مرتبطة بجهات درائية تريد أن تبين أيضا أن خروج القوات الأمريكية ليس بالصحيح، وكان من الضروري أن تبقى القوات الأمريكية حتى تتحقق مصالح هذه الجهات، وهذه الجهات التي ارتبطت مع الجانب الأمريكي بدليل أنها الان تستخدم السلاح طيب. الشعب العراقي، ولو كانت فعلا هي
تريد مصلحة الشعب العراقي وتدافع طيب. عن العراق ومستقبل العراق مثلا الوجود الأمريكي سابقا وليس الآن. يعني سيد شاكر، هل نستطيع القول بأن التفجيرات التي حدثت اليوم هي تحمل صورة من صور التهديدات التي تخرج بين الحين والآخر من بعض السياسيين المشاركين في العملية السياسية العراقية؟ نعم بعضها طيب. من الشريك السياسي، ورسالة الشريك السياسي الذي لا يرخ له أن يكون شريكا لآخرين، لأنه تعود أن يتفرد بالسلطة وأن تكون جهة واحدة من الشعب العراقي ومن مكون وطني محدد هو الذي يتفرد بالسلطة، لأنه لا تبع أن يكون يشترك معه بقية الشعب العراقي وبقية طيب. الأطراف العراقية. ولكن نحن نقول وبملء الفم وبأعلى الصوت أن هذه المخططات وهذه الأماني قد ولت أدراج الرياح، ولا يمكن أن تعود لا البعث ولا القاعدة ولا طيب. الذين هم طائفيون يستطيعون أن نعم. يحكم العراق بمفردهم. العراق للجميع، فيشارك بحكم الجميع، وهذه الأحلام ذهبت طيب. ستذهب أدراج الرياح طيب. نعم. شاكر الدراجي عضو التحالف الوطني، شكرا جزيلا لك. في الشأن الأمني أيضا، استشهد 4 مواطنين وأصيب نحو 20 بجروح بانفجار عبوتين نسيفتين في منطقة أبو تشير جنوبية بغداد. وإلى الشرق من بغداد، حيث استشهد وأصيب عدد من المواطنين بانفجار عبوة ناسفة في سوق شعبي بمنطقة حي الشهداء. وفي تطور لاحق، ذكر مراسل الاتجاه أن ما يقرب 10 مواطنين سقطوا بين شهيد وجريح بانفجار سيارتين ملغومتين في حي العمل جنوبية بغداد. ونبقى في تطورات الأحداث الأمنية في العاصمة بغداد، معي الآن الزميل محمد الفهد. صباح الخير محمد، بداية يعني حدثني بصورة موسعة حول التفجيرات الإجرامية التي استهدفت مناطق بغداد لهذا اليوم، تفضل محمد. نعم زميلي، مثل ما تعرفون هنالك موجة انفجارات استهدفت عدة مناطق في بغداد. الآن بالتحديد نحن في منطقة الكرادة، وفي الانفجار الذي استهدف مكتب النزاهة في هذه المنطقة حصلنا على بعض المعلومات، يعني الآن اقتربنا لكن لم تسمح لنا القوات الأمنية بالتصوير ولا التغطية، لكن وصلنا إلى مكان الحادث بمفردنا وسألنا عن أسباب الحادث. السيارة مفخخة، هي عبارة عن سيارة إسعاف كانت محملة بمادة شديدة الانفجار، اخترقت نقطة التفتيش الأولى الأمامية للمكتب. حاول رجال الأمن أن يوقفوا هذه السيارة وأطلقوا عليها النار لكنها انفجرت عليهم. نعم، يعني حدثنا الآن الإجراءات الأمنية المتبعة في هذه المنطقة بعد وقوع هذا التفجير الإرهابي في منطقة الكرادة. نعم، الآن المنطقة بدأت، فتح أحد الشوارع، يعني أحد الشوارع فتح من قبل القوات الأمنية، لكن هناك إجراءات الآن تفتيش وانتشار أمني مكثف، وأيضا حتى الشخوص الراجلة تفتش من قبل القوات الأمنية. هناك لجنة جاءت لتقصي ما حدث في هذا المكتب، يقولون بعد ساعة أو ساعتين سيفتح أمام الإعلاميين. الحصيلة التي حصلنا عليها، هناك استشهاد ما يقارب من 10 أشخاص وجرح أكثر من 40، يعني حسب شهود العيان، لم نتأكد من هذه الحصيلة ولم تعطينا أي جهة مسؤولة في الدولة حصيلة نعم. نهائية للضحايا. نعم الزميل محمد الفهد المتواجد حاليا في منطقة الكرادة، شكرا جزيلا لك. أما الآن سادتي الأفاضل، ينضم معي الزميل مثنى جبار، أهلا بك مثنى. مثنى، كيف هي الأوضاع في بغداد وماذا هي حصيلة الشهداء الذين سقطوا جراء هذه التفجيرات التي استهدفت مناطق متعددة من بغداد؟ تفضل يا مثنى. نعم مثنى، يبدو هناك مشكلة في الصوت مع زميل مثنى جبار، نبقى وإياكم متواصلين بقراءة الأخبار عبر قناة الاتجاه الفضائية، حيث ارتفع عدد شهداء التفجيرات التي استهدفت مناطق متفرقة من بغداد إلى 40 شهيدا و150 جريحا. مراسل الاتجاه ذكر أن الانفجارات التي هزت مناطق متفرقة من العاصمة
كانت بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة استهدفت أغلبها المواطنين، مشيرا إلى أن أعنف تفجيرا استهدف مبنى هيئة النزاهة في منطقة الكرادة داخله. من سمع دوج الانفجارات ظن أنها استهدفت مراكز ومباني حكومية، غير أنها ضربت مناطق شعبية وتحديدا داخل أسواق يؤمها المواطنون للتبضع وأماكن تجارية أخرى ومواقف للعمال. سيارة الإسعاف هرعت لـ 15 منطقة لإسعاف ونقل الجرحى. المنفذون للتفجيرات استخدموا سيارات ملغمة وعبوات ناسفة وأحزمة مفخخة استهدفوا من خلالها المدنيين في وقت الذروة بالنسبة للعراقيين الذين يتوجهون إلى أعمالهم اليومية. احنا سمعنا خبر فدخلت من النزاهة وانفجرت. التفجيرات تأتي عقب أزمة سياسية لا يستبعد منها نزول القوة السياسية من المقاعد إلى الملعب، خصوصا وأنها تتزامن مع انسحاب الاحتلال من العراق. وتعد هذه التفجيرات اللعنة منذ 3 أشهر بعدما استهدفت فيها مراكز للشرطة العراقية ومباني حكومية تابعة لقوات الأمن العراقية. تفجيرات الخميس وحسب القراءة الأولى يراد منها زعزعة السلم الأمني في العراق في رسائل يقرأها البعض. علي مطير الاتجاه بغداد. سادتي الأفاضل، وينضم معي الآن الكاتب والمحلل السياسي السيد أحمد الجبوري. أهلا بك سيدي الكريم. بداية، كيف تقرؤون التفجيرات الإجرامية التي استهدفت مناطق بغداد لهذا اليوم خصوصا في هذا الظرف بالتحديد؟ تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما يؤسف انه هذه العمليات حصلت بعد خروج القوات الامريكيه. نعم. يعني الكثير من المحللين يعتقدون انه القوات الامريكيه كان لها دور كبير في التفجيرات، وهذا حقيقه هذا الموضوع موجود قبل انسحاب القوات الامريكيه. اليوم شركائك في العمليه السياسيه او اكثر سمعنا تهديدات كثيره من شركاء بالعمليه السياسيه بتهديدات الى الحكومه والى الشعب العراقي. اليوم لو كانوا هؤلاء الشركاء خارج العمليه السياسيه فالشيء طبيعي جدا باعتبار انه اي حالهم كحال اي تنظيم ارهابي، القاعده او اي تنظيم اخر ممكن عندهم ادوات ارهابيه يستخدموها لتهديد الشعب العراقي كما تفعل هذه التنظيمات الارهابيه. يعني طيب سيد احمد، عذرا للسيد احمد ان كنت تسمعني، عذرا للمقاطعه، وانت تتحدث حول الشركاء في العمليه السياسيه، يوم امس استمع الشارع العراقي الى مجموعه من الكلام والتهديد الذي خرج من بعض السياسيين المشاركين في الحكومه العراقيه، وجاءت تفجيرات اليوم الاجراميه التي استهدفت المواطن العراقي، هل نستطيع القول بان هناك ربط بين هذه التهديدات التي اطلقت من سياسيين العمليه السياسية العراقية وبين تفجيرات اليوم؟ والله هو الأمر لا يحتاج إلى حنكة أو دعاء سياسي حتى نربط، حقيقة الربط موجود وبصورة كاملة باعتبار أنه هؤلاء الشركاء الآن أصبحوا جزء منهم خارج العملية السياسية، وهؤلاء هذا الجزء حقيقة لديه ظاهرة أدوات إرهابية مثل ما أكد الحكومة وأكد السيد رئيس الوزراء، فبدأوا يستخدمون هذه الأدوات الإرهابية، ولكن ليس على الحكومة للأسف، على المواطن البسيط. اليوم سمعنا يعني شفنا بالأخبار مجموعة كبيرة من الأطفال في البياع وفي أبو تشير، يعني ما هو ذنب هؤلاء الأطفال؟ يعني احنا لا نربط بين تصريح بعض المسؤولين بالقائمة العراقية وبين مقتل هؤلاء الأطفال الأبرياء. يعني هل هؤلاء الأطفال هم يهدون عملية سياسية أو هم سبب في خروج هؤلاء الإرهابيين من العملية السياسية؟ يعني طيب سيد أحمد، يوم أمس استمعنا إلى رئيس الوزراء نوري المالكي وهو يقول بأن أقرب الخيارات الموجودة لديه الآن هو تشكيل حكومة الأغلبية السياسية، هل نستطيع القول بأن التفجيرات اليوم هي جاءت رد لهذا الكلام والتلويح بتشكيل حكومة الأغلبية السياسية؟
والله اعتقد انه هذا الحل هو الحل النهائي لانهاء موضوع التفجيرات وعدم الاستقرار الامني، لانه احنا كنا نعرف انه الشركات بالعمليه السياسيه يستخدمون نفوذهم في الاجهزه الامنيه، ومثل ما شفنا بالاعترافات قبل يومين ثلاثه من شاشتكم الكبيره انه حمايه الطارق القشيري. طيب. يقومون بتفتيش السيطرات والتاكد من معلومات امنيه دقيقه ممكن ان يستخدموها في اجراء هذه التفجيرات. الكاتب والمحلل هو طيب. نعم. أنا عذرا للمقاطعة، الكاتب والمحلل السياسي السيد أحمد الجبوري، شكرا جزيلا لك. سادتي الأفاضل، ومن جديد ينضم معي الآن مراسلنا الزميل مثنى جبار. أهلا بك مثنى. مثنى، ماذا لديك بشأن حصيلة الاعتداءات الإجرامية التي استهدفت المواطنين لهذا اليوم؟ نعم زميلي محمد، أهلا وسهلا بك. بداية يعني اليوم بغداد شهدت حدوث سلسلة من التفجيرات، ساعات الصباح الأولى يعني شهدت تفجيرات متعددة توزعت بين مناطق الكرخ والرصافة، بحيث كانت يعني مناطق الرصافة أكثر دموية من مناطق الكرخ، فهنالك تفجيرات وقعت في منطقة الجادرية ومنطقة الكرادة وفي مناطق الكرخ في أبو تشير وحي العامل وغيرها من المناطق وفي منطقة العلاوي. هذه التفجيرات يعني توزعت يعني ربما كانت هي في أوقات شبه متتالية حدثت في ساعات الصباح الأولى. كانت حصيلة هذه التفجيرات هنالك عدد كبير من الشهداء والجرحى في هذه المناطق، هنالك يعني ما يقارب 176 شهيد جريح وحوالي 56 شهيد في 12 تفجير توزعت على مناطق العاصمة بغداد. نعم. طيب مثنى، حدثني الآن حول الوضع الأمني الموجود في بغداد بعد هذه التفجيرات، وهل من إجراءات اتخذت من قبل الجهات المختصة؟ نعم محمد، يعني كما تعرف نحن نقف في احد شوارع العاصمه بغداد، هنالك اجراءات امنيه مشدده اتخذت من قبل القيادات الامنيه، هنالك انتشار مكثف للقطاعات الامنيه كما شاهدت قبل قليل مرور عجله تابعه للشرطه الوطنيه، وهنالك يعني دوريات مستمره في هذه المنطقه، وربما هنالك خطط جديده وضعتها القيادات الامنيه في هذه الساعات. اما عن حصيله هذه التفجيرات، يعني حاولنا الاتصال بالقيادات الامنيه كي نعرف تفاصيل اكثر عن هذه التفجيرات، لكن حتى الان لم نحصل على اي معلومه، لكن عن طريق استقصائنا ووصولنا الى هذه المناطق يعني حصلنا على معلومات ان هنالك ما يقارب 176 جريح و56 الى 60 شهيد تفجير وقعت اليوم في بغداد في ساعات الصباح الاولى توزعت بين مناطق الكرخ والرصافه، كما ذكرت لك ان مناطق الرصافه كانت اكثر يعني المناطق طيب التي شهدت فيها اعمال مسلحه. نعم. طيب مثنى، يعني التفجيرات اليوم هل استهدفت مقار حكوميه ام انها استهدفت تجمعات مواطنين فقط؟ نعم محمد، هي توزعت هذه التفجيرات، هنالك تفجيرات استهدفت مقار حكومية، يعني في منطقة الكرادة كان هنالك استهداف لهيئة النزاهة، ومعلومات تشير أن المبنى قد هدم بالكامل يعني عن طريق عبوة ناسفة أو عن طريق مفخخة كما يقول البعض، لكن أغلب التفجيرات الأخرى يعني استهدفت تجمعات للمواطنين، إحداهما في منطقة الشعب يقال أنه استهدف إحدى المدارس الابتدائية، لكن أغلب هذه التفجيرات هي كانت استهداف لمواطنين في أسواق وفي تجمعات وفي الشوارع، باستثناء منطقة الكرادة كان هنالك استهداف مباشر إلى هيئة النزاهة. الزميل مثنى جبار، شكرا جزيلا لك. وعن الاعتداءات التي وقعت صباح اليوم ينضم إلي عبر الهاتف عضو التحالف الوطني السيد حبيب الطرفي. أهلا بك سيدي الكريم، يعني بداية ماذا يراد من هذه التفجيرات، ولا سيما بعد قضية اتهام الهاشمي وإصدار مذكرة القبض بحقه؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بالتأكيد هي رسالة أرادت قوى الضلالة والإرهاب إرسالها للعراقيين، ولكنها قرأت بالشكل الصحيح من قبل العراقيين. فالإرهابي يتذرع بوجود محتل على الأراضي العراقية، وكان يقال من العمليات الإرهابية أنها تستهدف المحتل، ولكن اليوم أصبح المستهدف هو التلميذ في المدرسة الابتدائية وعامل وبقال، وكل شرائح الشعب العراقي قد استهدفت بهذه الانفجارات الإرهابية، وهذه بالتأكيد أمور معدة سلفا، والغرض منها هي الشوشرة على عملية الانسحاب
الأمريكي وهزيمة المحتل، وبالتالي هناك ممن يريد أن يخلق مناخات من الحزن ومناخات من الشوشرة والضبابية على المشهد السياسي العراقي بعد انسحاب المحتل. كانه يريد أن يقول أن وجود المحتل هو مفتاح الحل وهو الضمان والأمان للساحة العراقية، وقد خابت هذه الرسالة لأنها قرأت بشكل صحيح من العراقيين. وأنا أقول أن هذه الفاجعة إنما أريد منها أمر، ولكن ما حصل إن شاء الله هو الأمر الآخر، حيث أن العراقي أصبح يعرف من هو عدوه الحقيقي. طيب سيدي الكريم، يعني كلما تفسد الأزمة السياسية ووجود صراع سياسي بين الأطراف السياسية، نشهد دائما صراع ميداني ينعكس على الشارع العراقي، كيف نحد من هذه الظاهرة برأيك؟ بالتأكيد هذا الأمر، أنا لا أظن أن العراقي سواء كان سياسي أو مواطن عادي تنطلي عليه هذه الأمور. نعم. لماذا الآن هذه العمليات الإرهابية في هذا الوقت الذي يفترض بالعراقي يكون قد احتفل برحيل المحتل واكتساب السيادة الكاملة؟ فبالتأكيد هناك جهات لها ارتباطات بجهات أجنبية وتحاول تنفيذ أجندة على الأراضي العراقية من خلال خلط الأوراق، ولكن يأبى العراق ينحني. نعم. وبالتأكيد هذه تزيد في نخبة العراقيين، وإن شاء الله هذه الأمور أمور واضحة للجميع وسوف لن تنطلي وسوف لن تؤثر على العملية السياسية العراقية. عضو التحالف الوطني سيد حبيب الطرفي، أشكر لك انضمامك إلينا. سادتي الأفاضل، ومعي الآن الكاتب والمحلل السياسي السيد جمعة العطواني. أهلا بك سيدي الكريم. أبدأ معك من حيث ما انتهيت مع الزملاء المتواجدين في مناطق بغداد. هناك استهداف اليوم لمناطق متعددة في بغداد، من هذه المناطق هو استهداف مدرسة للأطفال. يعني ماذا يعني هذه وماذا تعني هذه التفجيرات إلى الحكومة العراقية؟ هل هي رسالة ضغط؟ هل هي رسالة بعثت إلى الساسة العراقيين بأننا نستطيع من خلال هذه القوة، هذه القوة تستطيع أن تحرك الملف الأمني متى ما شاءت؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نعزي شعبنا العراقي بهذه الفاجعة الكبيرة التي حلت لنا هذا اليوم، وهذا المخطط معروف الأهداف والأدوات. هنالك مشروع سياسي يريد أن يبني نفسه على أساس تقسيم العراق. نعم. وأدوات هذا التقسيم هو إيجاد احتقان طائفي، وهذا الاحتقان الطائفي لا يمكن أن ينتج إلا من خلال إيجاد عمليات إرهابية بين أبناء الشعب العراقي وقتل أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب العراقي. وأتصور أن الجانب الأمريكي والجانب السعودي ضالعان في هذا المشروع، وأمريكا بعد أن فشلت في تنفيذ أجندتها من خلال اقتحامها للعراق بأكثر من 270 ألف جندي أمريكي، هي اليوم تحاول تغير موازين الأعداء من أجل تنفيذ هذا المشروع والعودة من جديد إلى عمليات التفجير وقتل العراقي وقتل الأطفال والأبرياء، ما هو إلا جزء من هذه الأجندة التي تطبق في العراق. يعني طيب سيد جمعة، الخلاف السياسي والصراع السياسي الحاصل الآن خصوصا في هذه الأيام، لماذا يترجم في اليوم التالي إلى تفجيرات بسيارات ملغومة وعبوات ناسفة واستهداف لمواطنين أبرياء؟ لماذا يترجم الخلاف الحاصل بين القوى السياسية إلى تدهور في الوضع الأمني واستهداف المواطنين مواطنين برأيكم؟ طبعا مرة نتحدث عن خلاف سياسي هو كيفية المشاركة في السلطة، وهذا طبعا بالتأكيد لا يحتاج إلى نزيف الدم العراقي، باعتبار أن هناك عملية سياسية ديمقراطية يمكن أن يكون لها دور كبير. ولكن أحيانا نحتاج عن خلاف سياسي ناتج عن اختلاف في الإرادات السياسية، وكل إرادة سياسية تريد أن تفرض نفسها على الآخر. هنالك إرادة وطنية وإسلامية نتجت من خلال عملية سياسية واضحة، وهنالك مشروع سياسي يريد أن يفرض نفسه على العراق. هذا المشروع السياسي مبني على أساس تقسيم العراق، وهذا التقسيم لا يمكن أن يأتي إلا من خلال الدماء. ولذلك أسهل شيء لدى هذا المشروع هو أن نقتل عشرات الآلاف بل الملايين من العراقيين من أجل تنفيذ هذا المشروع. والمواطن العراقي ربما يعي هذه الحالة
في زمن النظام المقبور عندما قام بقتل مئات الآلاف من الشعب العراقي من أجل أن ينفذ مشروعه. إذن المشكلة ليس فقط مشكلة سياسية بقدر ما هي إرادات سياسية لتنفيذ أجندة ومشاريع سياسية. طيب يعني سيد جمعة، هناك عدد من القوى السياسية والمشاركة في العملية السياسية العراقية وصفت الحكومة ورئيس هذه الحكومة بالديكتاتور وإنها تستطيع إسقاط هذه الديكتاتورية، يعني كيف تقرؤون هذا الكلام الذي يخرج من بعض القوى بصورة مستمرة وهي مشاركة في هذه العملية؟ الإفلاس السياسي، أتصور أن الإفلاس السياسي هو سبب رئيسي في إيجاد نوع من الإرباك حتى في تصريحات بعض السياسيين. تصور أن هؤلاء الذين وسموا السيد المالكي بأنه أكبر دكتاتور لم يستطيعوا أن يصرحوا بأن نظام البعث الصداني ورأس النظام صدام حسين لن يصرحوا في يوم من الأيام بأنه كان دكتاتورا وقد قتل أبناء الشعب العراقي. هذه الازدواجية في التعاطي تدل على أن هنالك إفلاس سياسي وأن هنالك نوع من تصفية الحسابات السياسية مع بعض الرموز السياسية التي تريد أن تبني العراق على أسس وطنية وعلى أسس وحدة هذا الشعب الكريم. الكاتب والمحلل السياسي سيد جمعة العطواني، شكرا جزيلا لك. وللحديث أكثر عن الاعتداءات التي حدثت صباح اليوم ينضم إلينا عضو لجنة الأمن والدفاع السيد حسن جهاد. أهلا بك أستاذ حسن، يعني بالبداية أنتم كلجنة للأمن والدفاع كيف تصفون التفجيرات التي حدثت اليوم؟ حقيقة نحن نقرأ هذه التفجيرات بأنها من الأمور التي تحدث بين الحين والآخر، ولكن الغريب انه ان تفجيرات كلش كثيره يعني اليوم شملت مناطق عديده من بغداد، ولكن التوقيت هو التوقيت اليوم. هناك ازمه سياسيه حاده في العراق وهذه التفجيرات تاتي مع هذه الازمه السياسيه الحاده وتزيد من الامر تعقيدا. وللاسف الشديد بقيت هذه الحاله الامنيه كما هي بين الحين والاخر، تحدث ثغرات كبيره وتحدث مثل هذه الامور. طيب سيدي الكريم، يعني برأيك هذه الاعتداءات التي حصلت اليوم هل لها بعد أمني أم سياسي؟ الذين يقومون بمثل هذه التفجيرات يختارون التوقيتات الخاصة بهم. لو بعد أمني تأتي رسالة بأن الحكومة العراقية والجهة الأمنية العراقية هشة ولا تستطيع توفير الأمن. نعم. ولها رسالة سياسية هي تخصهم أيضا تتعلق بالأزمة السياسية الحالية الموجودة في العراق، ويرون عن طريق هذه العمليات من توثيق الوضع بشكل اكبر وتوفير جو او تهيئه جو سياسي فوضوي غير امين داخل العراق. وهذه هي رساله واضحه، رساله تتعلق بالاجهزه الامنيه وعدم كفاءتها، ورساله تتعلق بالوضع الامني وتحاول السياسي تحاول تهزيم هذه الازمه السياسيه. طيب سيدي الكريم، يعني برايك هل تؤثر هذه القضيه على قضيه الانسحاب الامريكي؟ لا اعتقد ذلك، فالانسحاب الامريكي انتهى. نعم. والاتفاقيه الامريكيه العراقيه نفذت لا تؤثر، لكن هذه تتعلق بالعراق وعليه العراق ان يقوي الاجهزه الامنيه، اجهزه الاستخبارات، السيطرات، تغيير الخطط. القوى الامنيه يجب ان تكون حذره خاصه في هذه المرحله بعد الانسحاب الامريكي، ان تكون بمستوى المسؤوليه، ان تكثف من جهودها في محاربه الارهاب. نعم. هذه هي الرساله وهذه هي الواجب الذي يجب ان تقوم به الانسحاب الامريكي. ولكن هذا لا يعني حتى اذا كان طيب. هذا العمل الامني العراقي تطور تبقى هذه التفجيرات. انا اعتقد ان يعني هناك تنظيم، نحن نواجه تنظيم خطر وتنظيم القاعده، هو قادر ان يختلف وقادر ان يحدث مثل هذه الامور. نعم. بين الحين والاخر. فهو تنظيم كما تعرفون عقائدي ولهم الخطط ولهم الامكانيات يستطيع ان يحدث مثل هذه الامور بين الحين والاخر. نعم. كان معي هاتفيا عضو لجنه الامن والدفاع السيد حسن جهاد، اشكر لك انضمامك الينا. ومعي الان سادتي الافاضل من احد مناطق بغداد الزميل علاء رعد، اهلا بك علاء. بدايه حدثني حول اين انت بالتحديد من بغداد وما هي حصيله الضحايا الذين سقطوا جراء التفجيرات الارهابيه هذا اليوم في العاصمه بغداد، تفضل علاء. نعم محمد، يعني انا الان في وسط العاصمه بغداد، يعني سلسله تفجيرات كبيره الان يعني هذا اليوم استهدفت العاصمه بغداد، يعني التفجيرات كانت
بشكل متزامن يعني توزعت على اغلب مناطق بغداد. يعني ايضا التفجيرات استهدفت بعض المقاهي الحكوميه وبعض الاسواق المدنيه. الان يعني قمنا باتصال بوزاره الصحه، يعني الحصيله ارتفعت حتى هذه اللحظه الى 165 شهيد بالاضافه الى 180 جريح. نعم محمد. طيب الاجراءات الامنيه المتبعه في المنطقه المتواجد فيها انت الان وعموم بغداد بعد هذه الموجه من التفجيرات الاجراميه؟ القوات الامنيه يعني فرضت طوق امني كبير اليوم على العاصمه بغداد. ايضا كان هناك اتصالات يعني ببعض القاده الامنيه يتحدثون عن خطط جديده يعني لوقف سيل التفجيرات. يعني هذه التفجيرات عدت الاضخم منذ 3 أشهر، يعني بعد تفجيرات مراكز الشرطه. القيادات الامنيه تحدثت عن خطط جديده هذا اليوم يعني تتزامن مع كم التفجيرات. ايضا القراءات الاوليه تحمل يعني هناك كانت رساله ربما تاتي من القوات الامريكيه او من الجانب الامريكي تدفع لبعض الجهات يعني زعزعة الوضع الامني تزامنا مع انسحاب القوات الامريكيه. ايضا البعض يربط هذه التفجيرات بالوضع السياسي المتوتر الان والخلافات بين الكتل السياسيه، ربما بعض الكتل السياسيه تحاول ان تفجر الاوضاع في بغداد. نعم. يعني في ظل هذه خضم هذه الخلافات. طيب يعني طيب على كيف قرأ المواطن العراقي هذا اليوم هذه التفجيرات التي استهدفت المناطق المتعدده والتي استهدفت جموع المواطنين؟ محمد يعني رغم الشيء الجميل في هذا اليوم، رغم التفجيرات والكم الكبير للتفجيرات واعداد الشهداء الكبيره، لكن المواطنون اصروا اليوم على يعني ابقاء الحياه في بغداد. هناك كانت حركه طبيعيه في بغداد رغم الاجراءات الامنيه المشدده. المواطنون ربما كانوا يعني يعملون توجه الى مكان عملهم هذا اليوم. ايضا المواطنون يحملون ان الكتل السياسيه والخلافات في هذا الوقت والانسحاب الامريكي، ربما بعض الجهات والاجندات تعمل على ضرب الوضع العراقي مع الانسحاب الأمريكي. الزميل علاء رعد المتواجد في أحد مناطق العاصمة بغداد، شكرا جزيلا لك. ولتفاصيل أكثر عن الاعتداءات التي وقعت في العاصمة بغداد اليوم ينضم إلي المحلل السياسي السيد إحسان الشمري. أهلا بك أستاذ إحسان. يعني بالبداية، ما هي قراءتك للحقيقية لما حصل اليوم من تفجيرات واعتداءات إرهابية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مما لا شك فيه هذه التفجيرات تشير بشكل واضح إلى بصمة للقاعدة، ولكن الجديد في الأمر قد يتزامن مع القضية اليوم المثارة والأزمة، أزمة السيد طه الهاشمي بالتحديد. نعم. هناك من يحاول أن يضغط على الحكومة من أجل غلق هذا الملف، بالتالي يعني كبح جماح القضاء العراقي في ملاحقة من يتسببون بدماء الأبرياء. أنا أعتقد يعني في هذا الموضوع اليوم بات واضحا بأن هناك جهات ضمن المؤسسات الأمنية بل ضمن المسؤولين هم من يعملوا على خلق هذه التفجيرات والتوقيتات والمكانات بالتحديد. هناك هدف يعني بالتأكيد بدأ واضحا وهو الأهم. اليوم نحن نعيش الانهزام الاحتلال الأمريكي في العراق والانسحاب، لكن مقابل ذلك اعتقد ان اليوم هذه التفجيرات تشير بشكل واضح الى ان الهدف كان من التفجيرات السابقه كان ليس المقصود الاحتلال الامريكي من قبل هذه الجهات وانما كان الشعب العراقي. بالتاكيد هناك طابع وهناك بصمه سياسيه لهذه التفجيرات اكثر من ان تكون هناك تفجيرات استهداف من اجل خلط الاوراق. طبيعة الأزمة اليوم التي تشهدها العملية السياسية، طبيعة التدافع ما بين الكتل السياسية بالتأكيد ألقت بظلالها. هناك أطراف تحاول أن تستغل هذا الموضوع بالتأكيد والركوب على موجة ومن ثم خلق الفوضى في الداخل العراقي. طيب سيدي الكريم، يعني برأيك إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه التفجيرات أو الاعتداءات التي حصلت اليوم على قضية الانسحاب الأمريكي؟ وأيضا هناك دعوات من قبل الكونغرس الأمريكي بعودة الجيش إلى مقاره، يعني برأيكم هل هناك يد خفية وراء هذه التفجيرات؟ يعني بالتأكيد أتفق معك فيما طرحت السيدة الكريمة، يعني نعم. أن الولايات المتحدة الأمريكية هي ووفق خطاب الرئيس أوباما أشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وجيشها سيقف قريبا من العراق. هذه كانت إشارة واضحة بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف لن تترك العراق. نعم، قد تتزامن هذه مع الدعوات بعودة أو الضغط من قبل الجمهوريين على إدارة أوباما من أجل إبقاء الكثير من جنود الاحتلال الأمريكي في العراق بحوارات مباشرة مع الحكومة العراقية من أجل هذا البقاء. بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية حينما
وصدر هذا الموضوع عن لسان الرئيس أوباما الذي أشار به إلى أن سيقف قريبا وسيراقب بدقة. أعتقد أن هذا الموضوع قد يشير إلى أن التفجيرات اليوم قد ستكون خلفها الولايات المتحدة الأمريكية. سيدتي الفاضلة، هناك تحالفات واضحة ولا يخفى جميع بأن جيش الاحتلال الأمريكي كان قد اتفق مع الجماعات الإرهابية من القاعدة والبعث الصدامي، وهذا بحد ذاته قد يشير إلى أن هذا المثلث اليوم هو المسؤول عن هذه التفجيرات. وإلا كيف يمكن لنا أن نفسر أنه في ظل الانسحاب المحتل الأمريكي وجود مثل هذا التفجيرات، وأن هذا وبالتحديد ضلعين من هذا المثلث هم القاعدة والبعث الصدامي ومن لف لفهم كانوا ينادون بمثلة طرد المحتل الأمريكي. أنا أعتقد أن هناك أصابع أمريكية وراء هذه التفجيرات بالإضافة إلى أجندات سياسية أخرى. نعم، انضم معي عبر الهاتف المحلل السياسي سيد إحسان الشمري، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.